الأخبار من الحدث. الجيش الإسرائيلي يكشف أن الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس زرعت العبوات في الجولان وخططت لإنشاء بنية تحتية إرهابية خارج إيران. إيران تتحايل على العقوبات عبر حاويات هونغ كونغ وتناور بالنووي طمعاً بعائدات النفط. بعد فضيحة روس الإخوان بشغ في فرنسا لاجئاً إلى شركات أمنية تدعم ترشيحه لحكومة الوفاق. أهلا بكم. أفاد مراسل الحدث في الجولان أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى في المنطقة، وأن إسرائيل وثقت قصف مقر الفرقة السابعة وقائده أكرم حويجة، وعدت القصف رسالة لنظام الأسد، وأيضا لقائد الفرقة السابعة مفادها أن لا حصانة إن استمر بالسماح بنشاط إيران في سوريا. الجيش الإسرائيلي أعلن أن الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود مع سوريا هي 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الوحدة الإيرانية تعمل سرا وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية خارج إيران. كما قال بيان للجيش الإسرائيلي إن حقل الألغام الذي اكتشف تمكن من تحييده وإبطاله. من هضبة الجولان المحتلة مراسل الحدث زياد حلبي. بداية آخر ما يقال يعني عن هذا التوتر الأمني الحاصل وآخر ما تكشف عن هذه الغارات. ما يتكشف عن هذه الغارات هو في إطار محاولات ردع لمنع إيران من مواصلة محاولة الاستهداف وأيضا محاولة التموضع العسكري في هذه المنطقة الحدودية في منطقة الجولان السوري، وتحويل المنطقة إلى جبهة قتال نشطة مثل ما هو الحال في جنوب لبنان مع حزب الله. التقديرات في إسرائيل محمد رغم التوتر الحاصل رغم الغارات التي حدثت بأن الموضوع سيكون قابلا للاحتواء هذه المرة، رغم سقوط عدد من القتلى ربما حتى من بينهم إيرانيون، وهذا ربما ما أدى إلى رفع درجة التأهب لأن هوية من يقتل مهمة جدا في الحسابات الإسرائيلية لجهة إمكانات أن تكون هناك ردود أو عمليات حدودية أو ما إلى ذلك. وبالتالي إسرائيل تكشف تباعا معلومات حول الغارات والتفاصيل كي تقول لإيران ولحزب الله والجانب الآخر بأنها عمليا تراقب التحركات وتعرف كل شيء تقريبا، وبالتالي قد يكون ذلك في محاولة الردع من والثني عن الاستمرار في التموضع في هذه المنطقة. طب أيضا يعني إعطاء تفاصيل كما في هذه الحالة هذه المرة عن فرقة أو وحدة تسمى 840 وعما تخطط له، إلى ماذا يشير ذلك إعطاء تفاصيل دقيقة مثل هذه؟ كما كنت أقول هذا أعتقد بأنه يأتي في إطار أن يقال لإيران نحن نعرف التحركات، هناك اختراقات، نستطيع أن نجمع معلومات استخباراتية حول التحركات، عليك أن تكف عما تفعلينه. باعتقادي هذا هو ما تحاول إسرائيل أن تفعله من خلال كشف هذه إنجاز التعبير الأسرار العسكرية وما تجمعه من معلومات. هي عمليا تنتهج مثل هذا الأمر في بعض الأحيان كي تقول للطرف الآخر بأنها لا تريد التصعيد بالضرورة ولكن تريد وقف ما يحدث على المقلب الآخر من الحدود. طب زيادة، في رسائلك السابقة قلت بأن المشهد لا ينبئ بمزيد من التصعيد، خاصة أن التأهب ليس ربما يعني كما يكون في مرات سابقة، ولكن هناك تأهب بكل الأحوال لكن لا ينبئ بتصعيد أخطر.
هذا صحيح، هذا صحيح. عمليا منذ اغتيال الجنرال سليماني الإيراني، قضية الرد على العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية عندما تستهدف إيرانيين وتقتل إيرانيين تراجع إلى حد كبير. نذكر مرتين على الأقل إيران قوات إيرانية ضربت صواريخ على جبل الشيخ في الجولان المحتل، هذا ما عاد يحدث عمليا. ولكن القلق لدى الإسرائيليين هو من تبلور قوات تابعة لإيران في المنطقة الحدودية من أهالي القرى الحدودية عمليا، يمكن لها أن تزرع عبوات كما فعلت في المرة الأخيرة، عبوات ناسفة شديدة الانفجار، أو أن تستهدف دوريات إسرائيلية. وبالتالي إسرائيل ما تحاول أن تفعله عمليا هو منع استنساخ التجربة في جنوب لبنان إلى جنوب سوريا هنا، بمعنى ألا يصبح حزب لبنان سوريا جاهزا أيضا تحت إمرة الإيرانيين. وتلاحظ وجود نوع من التناقض أحيانا ما بين قوات بين الجيش السوري قوات النظام وبين الإيرانيين وحزب الله في أكثر من موقع. هم يريدون الانتشار عمليا بعد انتهاء الحرب في هذه المنطقة، وإيران وحزب الله يريدان تحويل هذا الموضوع إلى جبهة قتالية ناشطة ضاغطة على إسرائيل. من هضبة الجولان المحتلة مراسل الحدث زياد حلبي، شكرا لك. واليوم نشر الجيش الإسرائيلي صورتين جويتين تظهران المجمع العسكري لفيلق القدس الإيراني وقيادة الفرقة السابعة في قوات النظام السوري قبل وبعد استهدافهما من قبل المقاتلات الإسرائيلية أمس. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استهداف 8 مواقع لفيلق القدس وقوات النظام السوري ردا على زرع عبوات ناسفة في الجولان. من بيروت المحلل العسكري نزار عبد القادر، أهلا بك معنا في هذه النشرة. هذا التصعيد وإن كان بنحو محدود الآن، إلى ماذا يشير حقيقة وخاصة من قبل تل أبيب؟ أنا أعتقد بأنه يعني بالإضافة إلى اللي قاله مراسلكم من الجولان، هذا الكلام هذا التصعيد يعني أولا دعته ضرورة زرع هذه العبوات الناسفة على مقربة من خط الفصل ومقربة من مواقع الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، هذا من جهة. من جهة تانية يعني أنا أعتقد بأنه التفاصيل وقوة الضربة ونوعية الأهداف والإعلان الإسرائيلي لا يتضمن فقط رسالة إلى النظام السوري وإيران، يعني لأنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال نحن نوجه رسالة قوية للضيف وللمضيف، لكن أيضا أنا أرى أن هناك رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة. يريد نتنياهو في رأيي أنا يعني الذي نعم بحرية عمل شبه مطلقة في عهد ترامب أن يبدأ من الآن بتوجيه رسائل إلى إدارة بايدن وإلى الرئيس شخصيا للقول له نحن متشددون جدا في دفاعنا عن الأمن الإسرائيلي ويجب أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار يعني في المستقبل، سواء كانت مشاريعك للتقرب من إيران أو فتح قنوات دبلوماسية ما أو لا. فنحن مستمرون في هذه الاستراتيجية، لن نسمح لإيران أن تتجذر في الأرض السورية وأن تنجح في مسعاها بالواقع لجعل الجولان وجنوب لبنان جبهة واحدة ضد إسرائيل. يعني هذه رسالة أعتقد أنها قمة رؤية نتنياهو وجيش الجيش الإسرائيلي لموضوع الردع ضد الوجود الإيراني في سوريا. وربما يعني أستاذ نزار، ما أشار إليه زياد أيضا أنه إسرائيل تستشعر ربما المحاولة الإيرانية لاستنساخ يعني حزب الله وأماكن انتشاره في الجنوب اللبناني في الجنوب السوري أيضا. أستاذ الكريم، أنا وفقا لمعلوماتي يعني خارج عن الخبر أن إيران بعدما طلبت منها إسرائيل أن تبتعد يعني 85 أو 100 كيلومتر عن جبهة الجولان، عادت هي وحزب الله وتسللوا
إلى جبهة الجنوب السوري وعلى مواقع قريبة جدا من جبهة الجولان، يعني ليس فقط في المنطقة القريبة من جنوب دمشق، بل أيضا وصولا إلى حوران يعني ومناطق درعا في تلك المناطق. إسرائيل دون شك تعلم هذه المعلومات التي أنا أعلمها يعني من خلال وسائل الإعلام ومتابعة الموضوع، ولكن يعني إسرائيل لديها استراتيجيتها الكبرى، هي لا تريد أن تكون إيران موجودة عسكريا على كل الأراضي السورية، ولذلك رأيناها في بعض المرات تمد غاراتها نحو الوسط السوري وحتى نحو يعني جبهة الفرات من وأيضا يعني إلى مراكز بعض المواقع التابعة لإيران على الحدود العراقية، يعني هذه بالاستراتيجية الإسرائيلية العامة، لكن هذه المرة أرادت بالواقع أن تلقن إيران وتلقن النظام في هذه المنطقة الحساسة المحيطة بدمشق وصولا باتجاه الجولان الشمالي، وأن تضرب بقوة. ولكن نعم أستاذ يعني نزار، إذا كانت إيران إذا كانت إسرائيل تعي ما تخطط له إيران، وإيران تعي ما تحاول أن تجهضه إسرائيل، هل نتوقع تصعيدا مثلا من قبل إيران أيضا في محاولة لإثبات أنها قادرة على ترسيخ أو تنفيذ خطتها؟ شوف، أنا لا أنتظر أي تصعيد على الجبهة السورية لا من إيران ولا من حزب الله، لأنه أولا هناك خطوط حمر رسمها النظام للطرفين، لأن النظام بالنتيجة عم يتلقى هو أيضا الضربات والنتائج، لذلك عليهم بالواقع أن يعني يلتزموا بما يحدده النظام السوري لهم، والذي يمكن في حال الفلتان في هذه الجبهة وتهديد فعليا الأمن الإسرائيلي أن تنتقي إسرائيل أهداف تخص النظام في داخل دمشق أو في مناطق أخرى. لكن أيضا بنفس الوقت إيران تدرك تماما بأنها لا تملك الوسائل الناجعة لمواجهة تصعيد مع إسرائيل إذا دخلت في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي، لأنه إسرائيل تعرف أولا قريبة جدا من حدودها، لديها قدرات نارية هائلة سواء كانت صاروخية أو كانت بواسطة السلاح الجو، يعني حتى بالمدفعية البعيدة المدى يمكن من جبهة الجولان أن تطال معظم المناطق المحيطة حتى بدمشق ومطار دمشق، ويبدو بأن إسرائيل بالواقع بدل أن تذهب إلى التصعيد الكبير تنتقي أهداف مؤلمة لإيران وللنظام. يعني مثلا بالخبر هذا اللي صار مؤخرا أن ضربت مركز قيادي عائد لقوات الحرس الثوري في محيط مدار دمشق الدولي المدني يعني، وأصابته إصابات مباشرة. هذا يعني تأكيد على الردع بأن عن ندرك أين هي يعني الأهداف الموجعة بالنسبة لكم، نعم، ونحن قادرون على الوصول إليها. هذه رسالة ردع قوية جدا وجهتها إسرائيل هذه المرة، وأنا أقول بأنها رسالة مزدوجة إلى إيران وإلى النظام من جهة وإلى الإدارة الأمريكية الجديدة، نعم، شكرا بايدن، بأننا نحن مستمرون في نفس القوة ونفس التركيز الذي كنا نمارسه أيام ترامب. شكرا لك من بيروت المحلل العسكري نزار عبد القادر.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بومبيو يؤكد من تل أبيب أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني في المنطقة. منطقة من النظام الإيراني. وجهات النظر المختلفة حول الكاظمي والملامح الأولى لسياسته. مطالب الناس، هذه المطالب أمانة في أعناقنا. مشكلة القوى السياسية ما زالت هي مذعنة في موضوعة المحاصصة. الشعب العراقي يرفض الطائفية ويرفض الفرسنة. لا خيار لنا إلا بحصر السلاح بيد الدولة. السيد الكاظمي عازم على موضوع تقويض الفساد. نحن أمام إجراءات غير مسبوقة، إغلاق تام، قطع للطرقات. المحاصصة، إلى أي مدى فعلا يمكن تجاوز هذه العقدة الكبيرة في العراق؟ لهذا قرار المفروض يتخذ السيد رئيس الوزراء، أما تكون مع الشعب أو تكون مع الأحزاب. من يملك السلاح يملك السياسة في العراق، كيف سيتعامل معها رئيس الوزراء؟ أيهما أسرع من أجل حلحلة الأمور في الداخل الليبي، المبادرة الفرنسية مبادرة مصر؟ إلى أي مدى جاءت فعلا هذه المبادرة في وقتها؟ إن مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين. التدخل المصري تدخل إيجابي. أكار والعطية إلى طرابلس. اليوم كارثة يؤكدها السراج ومن معه بجلبهم لوزراء حرب دول ليدعمون الإرهاب. سيد صافع جيلة صالح حفتر مع حفظ الأرقام، ماذا كانت ملفات الخلاف بينهما؟ وصل على العدد يتجاوز 20,000 مرتزق جلبهم الأتراك. السيد ماكرون لديه مصالح تتعلق برغبة فرنسا في التضييق على تركيا. ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الفاق لا يحرك ساكنا منذ أن تحدث فايز سراج عن نيته بالتسليم السلمي للسلطة. هل يمكن لهذا التطور أن يدفع بالقاهرة لتغيير طريقة عملها لتصبح تدخل مباشر بمرحلة من المراحل؟ تستمر حملة الضغط الأمريكية على إيران عبر إجراءات مختلفة تتصدر العقوبات قائمة هذه الحملة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن أمريكا تعمل ضد التهديد الإيراني في المنطقة وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها. تحدثنا عن كيفية حماية الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم. وقدمت إسرائيل دعما متميزا لحملة الضغط الأمريكية على إيران التي لا نتهاون فيها، بل العكس، فقد أطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد الذين كانوا يحتجون سلميا ضد الفساد. نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران. كلام بومبيو يأتي بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت عشرات الأشخاص والكيانات. على رأس هؤلاء وزير الاستخبارات والأمن الإيراني محمود علوي ومؤسسة المستضعفين. وتعمل تحت غطاء العمل الخيري ولها مصالح واسعة في قطاعات الاقتصاد الإيراني، كما تدير الأملاك المصادرة للعائلة. من لندن مدير المركز الأحوازي للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن راضي. حسن أهلا بك. طب يبدو أن إيران ما زالت قادرة متمكنة من التحايل على هذه العقوبات الأمريكية، كيف وهل الولايات المتحدة لا تعلم ذلك؟
لا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بكل ما تفعله طهران تجاه التحايل على العقوبات أو في قضايا أخرى، لكن الأمر ليس هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، هناك بعض الدول تتعاون مع طهران تساعدها بالتحايل على العقوبات، وأهمها مثلا العراق وبعض الدول الأخرى الصين وروسيا. هذه الدول ما زالت لم تخضع للإرادة الدولية، إرادة المجتمع الدولي، لذلك تساعد طهران في هذه القضايا. لكن بشكل عام أنه إيران تضررت بشكل كبير، النظام الإيراني تضرر بشكل كبير جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. من جانب آخر يبدو الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام يعني نجحت يعني في عزل إيران والضغوط على طهران على كل الأصعدة، لا نتحدث عن فرض عقوبات، نتحدث عن إدانة من قبل الأمم المتحدة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، نتحدث عن أنه تقرير صدر من وكالة الدول للطاقة الذرية يرفض توضيحات إيران ويعتبرها ويقول أنها غير معتبرة حول المفاعلين المشكوك فيهما. وأيضا الكثير من الدول الآن بدأت خاصة يعني الدول في يعني الدول الغربية وغير ذلك يعني تشارك الولايات المتحدة الأمريكية القلق في جميع الملفات، وبالأخير وآخر هو يعني فوق قضية حقوق الإنسان الذي بدأ يتحرك هذا الملف بطبيعة الحال، وهو يستحق أن يكون على رأس الملفات التي لا بد وأن يهتم فيها المجتمع الدولي نظرا للانتهاكات الخطيرة التي يقوم فيها النظام الإيراني بحق المواطنين. طب بومبيو مرة أخرى ويعني من المنطقة يحذر بأن مزيدا من العقوبات ستفرض على إيران، بتقديرك ما شكل هذه العقوبات وبالتالي كيف ستفيد إن كانت العقوبات السابقة لم تردع إيران وما زالت قادرة على هذا التحايل؟ طبعا أعتقد أنه يعني الإدارة الأمريكية إذا تغيرت في شهر واحد من العام المقبل، أنا أعتقد أنه فرصة قليلة أمام الإدارة الأمريكية في يعني حصاد كل ما بذلته من جهود وخاصة في موضوع العقوبات. أنا أعتقد أنه إيران الآن بدأت تراهن على الإدارة الجديدة، ربما الضغوط تتراجع، لكن أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت أمامها فرصة يعني غير العقوبات أن تجبر إيران أو تمنع إيران بالأحرى في يعني المضي قدما فيما يخص الملف النووي، في انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وأمامها الكثير من التحركات الأمنية والعسكرية والسياسية، لأنه إذا انتهت هذه الإدارة وحولت إلى إدارة ديمقراطية ربما إيران يعني تتنفس الصعداء ويتراجع الضغط. نحن لا نتحدث عن تغيير في السياسة الأمريكية، لأنه السياسة الأمريكية لا يرسمها الرئيس بل ترسمها يعني المؤسسات يعني العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الأمريكية، وهناك دول بدأت تشارك الولايات المتحدة الأمريكية حتى في الملف النووي. لكن أنا أعتقد ما زال شهرين أمام الإدارة الجديدة التحرك، وهناك مؤشرات على التحرك يعني غير العقوبات، نتمنى أن يعني يصبح واقعا ويمنع إيران من يعني الاستمرار في انتهاك الاتفاق النووي وفي تخصيب اليورانيوم وقربها إلى صناعة القنبلة الذرية. ولا العقوبات وحدها في حال تغيرت الإدارة الأمريكية الحالية أنا أعتقد سوف لن تجبر إيران على الخضوع وقبول شروط المجتمع الدولي. هل تعول إيران على فترة بايدن مثلا بأنه قد تتنفس الصعداء في هذه الفترة؟ تتنفس الصعداء، لأنه سوف لن تكون على نفس الدرجة من الضغوط يعني لإدارة ترامب. أنا أعتقد أنه ستنظر إلى الملف بنظرة أخرى، ستستخدم أساليب أخرى، ستجبر النظام الإيراني أو ستدعو النظام الإيراني إلى المفاوضات على يعني اتفاق جديد. سوف لن يرجع بايدن على سياسة يعني الرئيس السابق أوباما، لأنه هذا أصبح شبه المستحيل، تغيرت كثير من المستجدات المتغيرات داخل إيران بما فيها انتهاكات إيران الاتفاق النووي، التغييرات الإقليمية
الإقليمية الدولية، كثير من الأمور الآن تغيرت، لا يمكن الرجوع إلى الخلف، لكن ربما لن تسير السياسة الأمريكية على نفس المستوى التي الآن تسير عليها من الضغوط على كل الأصعدة. نعم. على طهران وإيران بدأت أن أعتقد في يعني أصبحت في زاوية ضيقة جدا، لا تستطيع الاستمرار في هذه الحال، وأنا أعتقد إدارة أمريكا الجديدة يعني ستقف يعني عند هذه النقطة وستستثمر كل ما بذله إدارة ترامب. نعم. لحصاده من أجل الاتفاق على قضايا يجعل إيران أن يعني تلتزم بالاتفاقات الدولية وبما فيها اتفاق جديد في الملف النووي. من لندن مدير المركز الأحوازي للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن راضي، شكرا لك. كشفت مراسلات إلكترونية حصلت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية اعتقال مسؤولي الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في واشنطن لما لا يقل عن 80 مواطنا أمريكيا من أصل إيراني، وذلك لاستجوابهم عند المعابر الحدودية في الأيام التي تلت مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. الصحيفة قالت إن مكتب الجمارك وحماية الحدود في سياتل وجه ضباط الحدود بإحالة مسافرين لعمليات التفتيش الثانوي تمهيدا لاستجوابهم. وخلال عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبت مقتل سليماني أوقف عشرات الأشخاص الذين دخلوا من كندا إلى واشنطن عبر ميناء لساعات، وأعطت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة على مدار الأيام التي تلت مقتل قائد فيلق القدس فكرة عن كيفية تواصل المكاتب المختلفة داخل الوكالة الفيدرالية. وفي وقت لاحق من الأسبوع أوضح المكتب الميداني للموانئ في المنطقة أن الإيرانيين غير المهاجرين كانوا يحالون للتحقيق لتحديد صلاتهم بالحرس الثوري الإيراني أو حزب الله، وليس في ذلك الوقت فقط بل إن الإيرانيين الأمريكيين في دائرة التحقيق الدائم لتأكيد عدم ارتباطهم بالتشكيلين. حذر وزير الخارجية العراقي السابق هشام زباري مما سماه بأسوأ سيناريو قد تشهده الحكومة العراقية مع حلول الذكرى السنوية الأولى على قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس. وقال زباري إن الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد هي تصعيد خطير من قبل الميليشيات المسلحة، وأضاف أنه سيأتي الأسوأ في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 3 يناير، حيث تعرضت المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أدى إلى مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين. من أربيل المحلل السياسي محمد زنكن. أستاذ محمد أهلا بك، ما الذي استشعره هشام زباري من خطر أو سيناريو سيء قد يكون الأسوأ بالنسبة إلى العراق خاصة في ذكرى قتل سليماني؟ نعم، مساء الخير أخ محمد. أولا تعازي الحر لذوي الطفلة الشهيدة والشفاء العاجل للجرحى. بكل صراحة سيد زباري تحدث عن أشياء لم نكن لنريد أن نتحدث عنها بكل صراحة كمختصين في هذا المجال وكمحللين سياسيين، لإلا نتهم بأننا نريد أن نثير نار الفتنة، ولكن هذه المسائل جادة جدا. حتى هذه اللحظة الميليشيات المتنفذة في العملية السياسية العراقية والتي تتحكم بالعملية السياسية العراقية ما زالت تتهم الدكتور مصطفى الكاظمي بأنه كانت له اليد الطولة في عملية اغتيال سليماني والمهندس لكونه كان مديرا للاستخبارات، ولأن الجانب الأمريكي كان قد لمح لأكثر من مرة بوجود مساعدة أو بوجود دعم أو عون من داخل الاستخبارات العراقية. هذا من جانب. من جانب آخر اليوم هناك تحذيرات وأحيانا تحذيرات بشرارات حرب مع هذه الميليشيات، بدل من قصف إيران أو اجتياح إيران حرب بالإنابة في داخل العراق أو سوريا أو اليمن أو في أي مكان يكون فيه أو تكون فيه لهذه الميليشيات اليد الطولة. لذلك أعتقد بأن هذا التحذير جاء في مكانه للحكومة العراقية وللجماعات التي تريد أن تسيطر سطوة ميليشيوية على العملية السياسية العراقية، وخصوصا بأن أهدافهم لا تصيب الأمريكان بل تصيب المدنيين العراقيين. أنا أقرأ صفاء نية كاملة وإنسانية بحتة من تحذيرات السيد هشام زباري، وخصوصا بأن الإدارة الأمريكية الجديدة هي مقبلة على الحكم من جديد، وهناك مخاوف في أي لحظة أن يتراجع ترامب عن مسألة وهل ازدياد هذه الهجمات لوكلاء إيران في الشرق الأوسط، ازدياد هذه الهجمات من قبل هذه الجهات ربما تحمل يعني دعاية ما
بأن هذا التخفيض في عدد الجنود الأمريكيين إنما بفعل هذه الهجمات كي تسجل بين مزدوجين هذه الجماعات ما يسمى بالنصر الدعائي. هذا صحيح جدا أخ محمد. شوف هذه المسألة توضحت بعد عملية قتل سليماني والمهندس، عندما حاولت القوات الإيرانية وحاول الجيش الإيراني قصف قواعد عسكرية أمريكية في داخل أربيل، وتوضح للجميع كيف كانت نوعية الصواريخ، ونتذكر كيف كان الشهيد هشام الهاشمي يصف نوعية الصواريخ وكيفية الحملة الدعائية التي أدارتها إيران في محاولة بأنها حاولت أن تثأر لمقتل سليماني والمهندس. نعم هذا الكلام صحيح من جهة أخرى، نحن لا يجب أن ننسى بأن العملية السياسية العراقية اليوم تعد العدة لانتخابات جديدة، هذا إن حصلت فعلا العملية الانتخابية. نحن أمام 6 أشهر من الانتخابات، وكالعادة دائما تبحث هذه الأحزاب عن نقاط ضعف أو ثغرات لتبين بأنها ما زالت المسيطرة سياسيا. قبل أيام حاولت أن تحارب إقليم كردستان من خلال قانون الاقتراض، قبل أيام أيضا كانت هناك محاولات لبسط السيطرة على بعض المناطق السنية، اليوم أيضا يهدد دون السفارة الأمريكية، وخصوصا بأنهم يريدون أو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن لا تبقي أكثر من 2500 جندي في داخل العراق. نعم كل هذه الأمور صحيحة، وكل هذه الميليشيات تحاول أن تبين بأنها ما زالت صاحبة اليد الطولة في العراق، والأمريكان لا يمكن أن يتدخلوا أكثر مما تدخلوا به في الوقت الحالي. كم في ذلك إحراج لرئيس الوزراء بالتالي؟ بالتأكيد أخ محمد، شوف اليوم بكل صراحة السيد الكاظمي أمام تركة قاسية جدا، تركة قاسية من حكم عبد المهدي وقبله العبادي وقبله المالكي. الدكتور الكاظمي أخذ رئاسة الوزراء في فترة عصيبة جدا، هو القائد العام للقوات المسلحة وهو الحاكم الفعلي للعراق دستورا، وكل إيجابية وسلبية تكون محسوبة على السيد الكاظمي، ولكن الجانب الأمريكي يدرك هذا الأمر جيدا. هناك دعم أمريكي لا يستهان به للحكومة العراقية الجديدة، هناك دعم عربي، أمس توج بفتح معبر عرعر بين المملكة السعودية والعراق، هناك دعم من الاتحاد الأوروبي، ولكن كل هذا الدعم من الممكن أن لا يكفي، من الممكن أن لا يكون كافيا لاستمرار أمد هذه الحكومة ولاستمراره في ولاية ثانية على الأقل بعد الانتخابات، لأن من الممكن جدا أن تؤدي هذه التطورات إلى عمليات عسكرية كبيرة جدا في داخل العراق، ولا يمكن أن نغض النظر عن أي محاولة لاحتراب داخلي لاقتتال داخلي بين الميليشيات وبين القطاعات العسكرية العراقية والشرطة النظامية التابعة للدولة العراقية. أكثر من مرة حصلت مناوشات في داخل مدينة بغداد، أكثر من مرة شخصيات عسكرية وسياسية وعشائرية اغتيلت من قبل هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تعد العدة لمستقبل مظلم للعراق، لذلك أقول بكل صراحة كان الله في عون السيد الكاظمي في هذه الفترة، ولكن الأطراف السياسية جميعها تدرك حجم الخطر ومدى الحفرة العميقة التي سقط بها العراق، لذلك أعتقد أن الدعم سوف يكون مستمرا على الأقل حتى إجراء موعد الانتخابات، وأكرر هذا إن أجريت. شكرا لك من أربيل المحلل السياسي محمد زنكنا. في مسعى لموقف أمريكي أقوى في ليبيا والحد من تدهور الأزمة فيها، أقر مجلس النواب مشروع قانون استقرار ليبيا القاضي بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي، ومن شأن هذا القانون أن يعاقب داعمي المرتزقة والميليشيات منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. قانون استقرار ليبيا يحض واشنطن على تعزيز دورها لحل النزاع الليبي. القانون الذي طالته تعديلات عديدة قبل تمريره شدد على فرض العقوبات على تركيا وروسيا وفق ما ذكره تقرير لفورين بوليسي.
بعد فشل الملتقى الليبي في تونس بالاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة وفضيحة تقديم روشن لترشيح اسم محدد لرئاسة الحكومة، يزور وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا باريس لتحقيق تقارب يبقيه على أو تقارب مع الشركات الأمنية الفرنسية، ويلتقي خلال الزيارة بالقيادات الأمنية والسياسية في فرنسا وبمجموعة شركات متخصصة في المجالات الأمنية. وبحسب محللين فإن باشاغا المقرب من تركيا يدرك أن الشركات الأمنية هي المؤسسات صاحبة التأثير الكبير على الحكومات في هذه المرحلة، وقد أسندت دول كبرى لهذه الشركات جميع المهام سواء الأمنية أو اللوجستية. وتأتي زيارة باشاغا إلى باريس في وقت يبحث عن دعم له لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ولطمأنة الفرنسيين بأنه ليس مرشح أردوغان المفضل وفق مراقبين. يذكر أن العلاقات تحسنت مؤخرا بين فرنسا ووزير داخلية الوفاق الذي اتهم فرنسا العام الماضي بتأجيج الحرب في بلاده ومد الجيش بالصواريخ. وكان تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس كشف عن دعوة متداولة لانتخابه رئيسا للحكومة مقابل روشن مالية ممولة من الإخوان. يعني لازم التصويت يكون لصالح سيادة وزير الداخلية فتحي باشاغا، لأنه هو بالتالي الضامن الوحيد لمصالحنا. نجاحه حيكون كرئيس للحكومة هذه حيجسد لنا ويدعم لنا أمورنا المادية، بالإضافة إلى أن اتفاقياتنا السابقة حتكون موجودة ومضمونة. ولازم تعرفوا أن الشيء هذا اللي أنتم فيه الآن بسببه هو، وفي حال عدم تصويتكم أعتقد أن مش حينسلكم الشيء هذا. من باريس المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش. أستاذ عبد الحكيم أهلا بك. هل باشاغا بدأ عمليا رحلة تسويق نفسه بأنه يعني رئيس الوزراء المقبل لليبيا؟ مرحبا أخي العزيز. نعم باشاغا يحاول بكل الوسائل أن يعقد صفقاته مع كل الأطراف التي يرى بأن لها دورا فاعلة في الحالة. وهنا علينا أن نضيف هذه الزيارة إلى باريس إلى زيارته إلى مصر، وتصور بأن يريد الرسالة التي يريد باشاغا أن يقدمها هو أنه قادر على أن يعقد صفقة مع الجيش الليبي، بحكم أن يرى بأن هناك علاقة جيدة للجيش الليبي مع مصر ومع فرنسا، وبأنه يريد أن يقدم رسالة بأنه قادر أن يعقد صفقة مع الجيش الليبي وبأنه ليس تهديدا له، وبأنه قادر من خلال تنسيقه مع الجيش الليبي على الخلاص من المجموعات المسلحة الأخرى الموجودة في طرابلس. فبالتالي يحاول من خلال هذه الزيارات إلى فرنسا ومصر أن يعطي رسالة بأنه الأفضل والأقدر الآن على إمكانية عقد صفقة حول رئاسة الحكومة الفترة القادمة، وبأنه من الممكن أن يعقد صفقاته مع الأطراف التي يرى بأن فرنسا ومصر مؤيدة له. هل يمكن لفرنسا أن تفتح الأبواب له، خاصة أنه في أكثر من تصريح هاجم فرنسا واتهمها بالوقوف إلى جانب الجيش الليبي ومد الجيش الليبي بأسلحة؟ نعم الحقيقة هو هذا لا يكفي، أن مجرد زيارة باشاغا ومحاولة عقد هذه الصفقة لا يمكن عزله عن ما يقوم به مع الأطراف الأخرى التي هي على خصومة مع مصر وعلى خصومة مع فرنسا. وهنا نتحدث عن زيارته إلى قطر التي حاول أن يعقد مع اتفاقية أمنية، هذا بالإضافة إلى التسريب الذي تفضلتم الآن بنشره والذي يتحدث فيه عن حرص باشاغا على الإبقاء على الاتفاقيات السابقة. والاتفاقية السابقة يقصد بها هي الاتفاقيات التي عقدت مع تركيا، وبالتالي على أنه يقدم هنا على أنه الضامن لهذه الاتفاقيات التي أجرت في السابق. وبالتالي هذا التسريب سيبين بأن لا فرنسا ولا مصر من الممكن أن تأخذ بجدية ما يمكن أن يقوم به باشاغا، بالرغم من كل محاولاته من أجل أن يفرض نفسه داخل هذه الحكومة، لأن علاقاته مشبوهة مع أطراف عديدة أتصور بأنها لن تسهل عليه مهمته في الوصول إلى هذا المنصب. طب هل هذا قد يعني يجعل أو يخلق حساسية الآن لدى السراج ويمكن أن تسوء العلاقة أكثر فأكثر بين الرجلين؟ نعم هو خلاف كبير جدا الآن نراه الآن في المنطقة الغربية في طرابلس يجري،
وكل الأطراف الآن لعل من بين هذه الأطراف التي كانت تحاول أن تجد وسيلة للتحصل على منصب رئيس الحكومة هو هذا الصراع بين السراج وبين الأطراف الأخرى التي كانت تبعد عن الحل السياسي من خلاله تستطيع أن تتحصل على منصب رئيس الحكومة. فالسراج كان يسعى إلى أن يعرقل هذا الاجتماع الذي أجرى في تونس من أجل أن يبقى في الحكم إلى حين إجراء الانتخابات. وحتى هذه اللحظة هذا ما يجري حتى هذه اللحظة. لقد حاول السراج داخل تونس أن يقدم نفسه من خلال بعض مندوبيه ومبعوثيه للأطراف على أنه من الممكن أن يستمر كرئيس المجلس الرئاسي، ويتم محاولة لخلق آلية لانتخاب أو تعيين رئيس الحكومة. وبالتالي الصراع قائم بين السراج وبين بشاغة، ولكن ليس بين بشاغة وسراج فقط، الصراع قائم أيضا بين ممثلين آخرين لمصراتة. ولقد تقدم أكثر من 4 مرشحين من مصراتة إلى منصب رئيس الوزراء، وهذا يعني بأن هناك خلافات كبيرة فيما بينهم داخل مصراتة، عوضا عن خلاف بشاغة مع السراج داخل طرابلس، والذي كل منهما يشكل واجهة لأطراف خارجية. كم يعني محتمل من قبل باريس أن تلعب على وتر الآن بشاغة كمحاولة لتسديد ضربة مباشرة مثلا لتركيا وتبدأ باستقطاب بشاغة؟ أتصور بشاغة لا يستطيع أن يتحلل من علاقته مع تركيا بشكل كبير. هو يحاول الآن أن يقول بأنه يستطيع أن يعقد صفقة مع الجيش، وفي نفس الوقت يحاول أن يقدم رسالة أخرى بأنه سيبقى على التعهدات التي كانت مع تركيا. هي محاولة الحقيقة، يعني أنا أتصور بأنها لن تجدي على الإطلاق، لأن علاقات بشاغة مع تركيا ولا يستطيع أن يتخلص منها على الإطلاق، لا هو ولا غيره، بحكم أن تركيا الآن هي الجهة المسيطرة وتمارس فعل احتلال وغزو مباشر المنطقة الغربية، ولا تصور إمكانية خلق أي حالة عسكرية أو أمنية دون إرادة تركيا. وتركيا ما كان لها أن تهيمن على هذه المنطقة بشكل كامل لو لم يكن هناك موافقة ذمية من أمريكا، بحكم تركيا هي ذراع أمريكا في مواجهة التدخل الروسي الذي يعتبر أكبر تهديد لأمريكا والاتحاد الأوروبي. شكرا لك من باريس المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. السفيرة السعودية لدى واشنطن تؤكد عمق العلاقات السعودية الأمريكية ومتانتها. We'll be right back.
خلال كلمتها في مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أكدت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان متانة العلاقة بين واشنطن والرياض منذ 75 عاما، مشددة على أن العلاقات أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد. And since then, our bilateral cooperation has been of tremendous benefit not only to our countries but to the world. We've worked together to stabilize global energy markets and work together as geopolitical partners, confronting common foes, defeating communism, and ending Saddam Hussein's occupation of Kuwait. There's a reason the U.S.-Saudi relationship is so strong, why our partnership has endured 8 decades, why despite bumps and bruises, our friendship persists and perseveres, why our alliance has helped keep both nations secure, why it's strengthened the global economy, why it's been key to maintaining peace and stability regionally and around the world. It's because we've chosen a common path, because we have more in common than divides us, because we feel a shared responsibility to be positive, constructive, progressive forces in this world. That's what's kept our nations allied and kept our people united. Our partnership is bipartisan. It's a relationship that has been valued by both Democratic and Republican administrations. Our relationship is far deeper than just one Saudi leader or one American president. More than 40,000 Saudi students attend college and university in the U.S. each year, bringing our communities together, building long-lasting ties between our nations. Such strong ties, in fact, that in response to the pandemic, some Saudi students didn't return to the kingdom, but stayed in their adopted communities, on the front lines, contributing and assisting. That's the strength of our bilateral relationship and why it continues to grow. وبتولي السعودية رئاسة قمة العشرين، أكدت السفيرة ريما بنت بندر أن دور المملكة يتنامى وأن مسؤوليتها في الشرق الأوسط والخليج في تزايد مستمر، لذلك فهي منفتحة على التعامل مع كل شريك يسعى للسلام والاستقرار والرخاء. And with the kingdom's global role expanding, exemplified by our G20 presidency, our responsibilities in the region, the Middle East and the Gulf continue to escalate. That will be important to our relationship with the U.S. As our economic, social, and cultural reforms strengthen the kingdom, we'll be even better positioned as the most dependable U.S. ally in the region. We'll be able to take on a larger leadership role in the region and shoulder a greater share of the burden, all while maintaining the same focus on peace, stability, and prosperity. We believe our region is stronger when it's more secure and prosperous, and we're willing to work with anyone who shares those values. The Arab world is at the crossroads of the world. Historically, it's been an incubator of ideas and thought, advancements in medicine, great literature, law and philosophy. We believe it can be that again, through stability and prosperity, a hub of advancement and transformation and change, a model for building a more inclusive and diverse society. This is the new Saudi Arabia. This is the real Saudi Arabia. أدرجت السلطات الكندية حكومات إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية على قائمة التهديدات الرئيسية للجرائم الإلكترونية، معربة عن مخاوفها من تعرضها لهجمات قد تعطل إمدادات الطاقة. السلطات الكندية وفق تقرير استخباري اتهمت الدول الأربع بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف حكومة أوتاوا ودوائر عامة وشركات. كما كشفت مجلة إنفوسيكوريتي بأن مجموعة قرصنة مدعومة من طهران هاجمت جامعات في أوروبا وأمريكا وأستراليا بداية العام الدراسي الجديد. قالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد 19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له، وتبين فاعلية اللقاح لمختلف الفئات العمرية. بعد عام على سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف القبو الأخضر في مدينة دريستن، ألقت الشرطة الألمانية القبض على 3 مشتبه بهم في تنفيذهم عملية السرقة، وما زالت تبحث عن 2، وتبين بأن السارقين شبان مما يعرف بالعشائر العربية في برلين. راغدة بهنا من التفاصيل.
هذا الشارع في برلين اعتاد على مداهمات الشرطة. الشارع يقع في منطقة نيوكولن التي تضم عددا كبيرا من المقاهي والمحال العربية، جزء منها مملوك لعصابات إجرامية تعرف هنا بالعشائر، متورطة في عمليات سرقة ضخمة ومعقدة في أنحاء البلاد. هذه المداهمات مثلاً فجر الثلاثاء شارك فيها أكثر من 1600 شرطي، استهدفت 18 منزلاً ومحلاً لإحدى العشائر العربية هنا بحثاً عن كنوز سرقت من متحف في مدينة دريسدن قبل عام. الأدلة قادت المحققين لخمسة أفراد من عشيرة رمو، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة منهم وما زالت تبحث عن اثنين كلهم ألمان. الشرطة الألمانية تعتبر أن أبناء هذه الجيل الثاني والثالث هم من ولدوا وترعرعوا في ألمانيا، ولكن تربوا على العقلية العربية التي جاء أهلهم بها، وبالتالي لم يكن هناك نوع من التغيير والاندماج. قيمة المجوهرات المسروقة التي تعود للقرن الثامن عشر تقدر بمليار يورو، ورغم أن هذه السرقة كانت الأكبر فهي لم تكن الأولى. بعد زيادة الجرائم التي تم ارتكابها من قبل أبناء هذه العشائر، وخاصة التي تتهم بأنها عشائر عربية، كثفت الشرطة الألمانية منذ عام 2014 حملات المداهمة والتفتيش وملاحقة أبناء هذه العشائر. في العام الماضي صادرت السلطات 77 عقاراً بقيمة 9 ملايين يورو للعشيرة بتبرير شرائها بأموال جمعت من الجريمة وتبييض الأموال. خلفي متحف بود الواقع مقابل سكن المستشارة الألمانية. هذا المتحف كان يحوي على عملة ذهبية ضخمة ونادرة وزنها 100 كيلوغرام ويقدر ثمنها بقرابة 4 ملايين يورو. قبل 3 سنوات سرقت هذه العملة من داخل المتحف. الشرطة عثرت على السارقين وتبين بأنهم من العشيرة نفسها المتهمة اليوم بسرقة مجوهرات دريسدن، ولكنها لم تعثر على العملة. هي قصة تأمل الشرطة الألمانية اليوم ألا تتكرر مع مجوهرات متحف القبو الأخضر. راغدة بهنام، الحدث، برلين. الأخبار من الحدث. الجيش الإسرائيلي يكشف أن الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس زرعت العبوات في الجولان وخططت لإنشاء بنية تحتية إرهابية خارج إيران. إيران تتحايل على العقوبات عبر حاويات هونغ كونغ وتناور بالنووي طمعاً بعائدة النفط. بعد فضيحة رشا الإخوان بشغ في فرنسا لاجئاً إلى شركات أمنية تدعم ترشيحه لحكومة الوفاق. مزيد من الأخبار على رأس الساعة المقبلة مع زميلة سبيح. تحياتي.